بسم الله أبو الابن والروح القدس واحد امين. النهارده هنتكلم عن مواضيع كتيره قوي قوي وسريعه. في شخص اسمه لاتسون من اهل بانسا، وده يوم في دخل الكنيسه وسمع قول السيد المسيح في الانجيل، وبيقول من اراد ان يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسي من أجلي يجدها، لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه، أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه. لوقا 9:24-25. فلما سمع ذلك التهب قلبه فترك العالم ومضى إلى جبل شهيد وأجهد نفسه بصلوات متواترة، يعني على طول مستمرة، وأصوام كثيرة. وظهر له ملاك الرب وأمره أن يمضي إلى القديس إيسيزروس ليلبسه الإسكيم المقدس، فذهب إليه وبعد 40 يوما ألبسه إياه، فزاد في نسكه ثم انفرد في البرية، وهناك حضر إليه القديس بلامون. وذلك أن الشيطان قد ظهر للقديس بلامون في شكل امرأة وأخذ يغريه على الزواج منها، ذاكرا بعض رجال العهد القديم الذين كانوا متزوجين، ومع ذلك كانوا أبرار، ولكن القديس عرف أنه الشيطان، فرسم علامة القوة وهي علامة الصليب على نفسه، وصلى إلى الرب، فتحول الشيطان إلى دخان وغاب عنه. فذهب القديس بلامون إلى القديس لاتسون يسترشده في المحاربات الشيطانية، فأرشده إلى كيفية التغلب عليها. ورجع الأب بلامون إلى مكانه، أما القديس لاتسون فقد ازداد في نسكه وتقشفه حتى تنيح بسلام. وهذا هو اليوم 17 من الشهر المبارك. بقول أحسن الله استقباله وأعاده علينا وعليكم، ونحن في هدوء واتمنان مغفور الخطايا والأثام من قبل مراحم الرب. يا أبائي وإخوتي أمين. نعم، إنه اليوم 6/24 يونيو. الحكاية إيه بقى في موضوع أخونا أبا نوبل اللي أهان المسيحية، قصدي وأهان الإسلام؟ بيقول هو من بدأ بإهانة المسيحية. محمد البازي يطالب أبا نوبل عماد بتقديم نص المحادثة كاملة مع زميله المسلم لجهات التحقيق. قام زميل أبا نوبل عماد الطالب بكلية الطب الأسنان جامعة الزهدي بتصريف جزء من محادثة بينهم، والذي يتضمن إساءة عماد للدين الإسلامي. أما الرسائل التي تؤكد أنه هو من بدأ بإهانة سفر النشيد الأنشاد بألفاظ خارجة لم يقم بنشرها، وبعدها تم اتهام أبا نوبل بازدراء الأديان. وعلق الإعلامي محمد الباز خلال لايف عبر فيسبوك على أزمة الطالب أبا نوبل عماد، قائلا على أبا نوبل عماد أنه يقدم لجهات التحقيق نص المحادثة كاملة مع زميله المسلم، وتابع أنا بتكلم مع واحد وفجأة شتم في ديني، ممكن أتعفف، لكن ممكن يكون تحت هذا الضغط أساء للدين الإسلامي. نحن لا نقبل أي شخص يهين المسيحية أو يهين الإسلام أو يهين رسول الإسلام مهما كان ومهما حدث، لا يتوقف عن الإساءة للمسيحية. نبيل النقيب معاذ عليان خطر على الأمن القومي المصري. يا جدعان، أصبحت الإساءة للمسيحية تمر دون عقاب منذ مكن الرئيس الراحل محمد أنور السادات الطيارات الإسلامية من مؤسسات المجتمع المصري. وفي حال رد مسيحي على إهانة الدين لسرعان ما تنقلب الدنيا وأرى الملايين أنه بذلك ارتكب جريمة تستوجب العقاب والقتل، واستنكر أقباط وأخوة مسلمين مواصلة معاذ عليان الإساءة للمسيحية، الذي قال أن السيدة العذراء سيدة وليس عذراء، وأنها تزوجت. وكتب المحامي نبيل النقيب عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك: أي حد عنده فيديوهات للشاب معاذ عليان يبعتها ليا، وعايز أعرف كل حاجة عن الولد ده، وياريت الحوار كامل بينه وبين أبا نوب، لأن الشاب ده وأمثاله فعلا بيمثلوا خطر على الأمن القومي للبلد. يا أستاذ نبيل، حضرتك خش على قناة معاذ عليان وانت تشوف البلاوي الزرقاء، وشوف الإساءة الكبيرة حتى على السيدة العذراء، حتى على المسيح الذي يقال أنه أخطأ لمجرد أنه تحدث مع الامرأة الكنعانية. ها
هذا لا يعلم ما هو تفسير السيد العذراء. إن اليهود كانوا يعتبروا الكنعانيون أنهم كلاب كلاب كلاب. شوف أحبائي وأعزائي، لن أتحدث كثيرا ولن أتكلم كثيرا، ولكن كل ما أطلبه منكم هو أن يوجد المحبة بيننا، لأننا من إلهنا نعبد إله واحد، رب واحد، الله هو الأحد، الله هو الواحد الوحيد الذي نحبه جميعا. أحبائي وأعزائي، لنا أب واحد، أبونا آدم وأمنا حواء. نطلب من الله أن يغفر لنا خطايانا، وأن يحفظ مصر بلدنا الحبيبة، وأن يرفع عنا الغلاء والوباء، وأن يحافظ على رئيسنا عبد الفتاح السيسي، وأن يحافظ على البابا والبطريرك الكنيسة الأرثوذكسية، وأن يشفي من المرضى. ولا تصدقوا أي قول بأن البابا يتنحى، هذا كلام غير مقبول، هذا كلام غير معقول. البابا يسير في البطريركية حتى إنه يقابل ربه، لأن ليس لنا تعيين للبابا، البابا يتم تعيينه من الله فقط، لا يتم تعيينه من أحد آخر، وليس لأحد له السلطة كما فعل الرئيس الراحل أنور السادات بأنه جعل البابا شنودة يقال أو استقال أو أقاله، وجعله يجلس في الدير، وكان ذلك غير مقبول، ولكن الله تدخل وأعلم الجميع العالم أن البابا لا يستطيع أحد مهما كان يجعله تحت يد أشخاص بعينهم. الله هو أبانا. ولكن نريد أن نقول أيضا، مهما كانت الأحداث ومهما كانت، ليس من حق أحد أن يسيء لأي دين. لأن هذه الأيام الإساءة للمسيحية أصبحت تمر بدون عقاب، وأصبح الكل يقول ما يقول، ولكن أوينا واسندنا يا رب، ابعدنا عن الشر أمين، أوينا واسندنا يا ربي ابعدنا عن الشر أمين. نعرف نازي ولينا مغالبنا، لكننا مسيحيين عايشين في نور الوصية، حب الناس، فمهما تكون مين أو عاك تكره وتكون قاسي، مهما طال الظلم سنين، صلي واطلب يهدي العاصي وبعده عن يوم الدين. قلب حجر وأصبح قاسي، اديه يا ربي شوية لين، خلينا ما نفقدش سلامنا، خلي سلامنا بيان في العين ويبان في العين، مهما كان أخطار قدامنا، طفي النار بإيدك يا أمين. والتجربة لو من أحباب صعبة، بكرة تعدي في غمضة عين، طول ما القلب ده كله محبة، المحبة تسود وتزين. جراح وجرح القلب متداوي أطباء، بالنسيان أنت اللي تعين. بكرة نسيبها دي اسمها عربة، ليه نعيشها بقلب حزين؟ بكرة نسيبها دي اسمها غربة، ليه نعيشها بقلب حزين؟ شكرا لكم أحبائي وأعزائي، لا تنسوا الاشتراك بقناة